التطبيق والإعلام. يا أسير سير سير يا أسير. إسرائيل دولة إرهاب. إسرائيل دولة إرهاب. قولوا الله الله الله. نحن أسرى الحق. ارفع إيدك وعلي. ارفع إيدك وعلي. الموت ولا المذلة. مش متخاذل. يعني اليوم خرجنا من مدينة بيت لحم للتضامن مع أسرانا الأبطال اللي أمضوا 18 يوم في الإضراب عن الطعام. اليوم هذه الممارسات الإسرائيلية التي تمارس ضد أسرانا شبيهة بما مورس ضد اليهود في الحقبة النازية، بالتالي نريد أن نوصل رسالة اليوم أيضا للمجتمع الإسرائيلي أن دولتكم دولة نازية، دولة فاشية، لا تراعي حقوق الإنسان ولا تراعي الشرعية والدولية. يعني هذه رسالة الشعب الفلسطيني ورسالة أسرانا الأبطال. بدنا نجيب اسعاف. خلصنا لك عاف. خلصنا لك عاف. واحد يفتح الباب.